ماشي براحتكم، حالكم ما تلاقي شكوى رايحه بسميكم انتوا الكل كده يبقى انا عادي. عماد يعني ايه كاس الامم الاوروبيه شغاله والكوبا امريكا واحنا بنلعب الدوري المصري؟ الدوري المصري ايه في ظل اللي احنا بنشوفه دي؟ في متعه كرويه، البرازيل بتلعب والارجنتين بتلعب، مين تاني بيلعب؟ غزل المحل. او غزل المحل ايه اللي احنا نتفرج عليها؟ ده دوري يا جدعان، ما توجعوش دماغنا، يبقى في عقلانيه كده يعني، في يعني الكوره بتلعب وتصفيات كاس اسيا بتتلعب واحنا بنلعب الدوري، احنا هنتفرج على انبي والمحله والانتاج الحربي؟ والله ما ينفع. ينفع ازاي ده؟ الداخليه كان بيلعب على بتروجيت. الداخليه كان بيلعب بتروجيت. ده بس مصر الداخليه ايه؟ درجه ثانيه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس انا امريكا بس انا انت تحرك. اه ماشي، متعه الكوره. متعه الكوره ايه يا عم؟ رونالدو بيحقق ارقام قياسيه، وعندك الواد كهربا بينط في البوسو. هنستفيد من الارقام القياسيه يا عم.